قدومية ها محكمة سرية سومالي لان ودوان سو مقعابي مدحوينة ها سومالي لان ايا ماان تيسير رسمي احيل كيسي ولو وريقي وحاور بحنتن مقالة ها هرقيسة نوغا سو ديري وري حمسة جامع وحماتا سير رسمي احيل كي ولو كلو وريقي قدومية هوري محكمة سرية سومالي لان ايو قدومية ها دوان مدحوينة ها سومالي لان اصو مقعابي حلكا قدومية ها محكمة سرية اسلامر كاسينا طبا ياقضي تضوبات كي انصور دافني سير رسمي اح هو اسيحيين لبض قول ويني فردي اي سوقي مدين قدومي هوري محكمة سرى يوسف اسماعيل علي او هل كاسي كهد لي اي اكو ديرادي مدد وحلك هاي اي وحقبت يديسي اسوغو لنك كالي دردارا اجيدي اي قدومي ها عصب ادن حاجي علي ان شخصي او تأوين كرو دولد او صد حلان دار دولد او صد حلان قولي ان تأوين كرو حاجي عبد الكريم حسين عبد ورابي ايا يسوقنا هالكاسي كتشيدي هذا لط وبدا دردارا مدحوينين وشاردي ومجي بارلومو هالكرا منشطر رفضان هذا الشيء وحفظان مباهرة هذا cadaaladaha qorsheynta qaranka gudoomiyaha xuquuqul insaanka Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada oo dhamaantood halkaas ka hadlay ayaa isdul taagay sida loogu baahan yahay garsoor cadaalad ah iyagoo dardaaran kala duwan u jeediyay gudoomiyaha cusub gabagabadii waxa isna hadal kooban madashaasi ka jeediyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare Aadan Xaaji Cabdi Cali Xamse Jaamac Hussein Awowo Kalsan TV magaalada Hargeysa